مرحبا. هذه المناسبة السعيدة السيد الدرهم جاب ميدالية ذهبية باسم جمعية أصدقاء فاس للمعاقين، وبهذا التتويج نادي والجمعية جمعية أصدقاء فاس، وهذا التتويج كنهديو لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي كيدير هذه الالتفاتة المولوية لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا، شكرا للجميع. وفاس كتخلع وشو وسمع، وفاس كتخلع. أمين.